اليوم زرنا جريح الثورة حسني قلاعية. اليوم تقابلنا في الأفنيو، عملنا دورة، شفنا شنو اللي صاير في الأفنيو. شنو انطباعك اليوم سام؟ ولا قبل في عهد بن علي يحكوا على الجهويات ويحكوا على جندوبي أو بيجي أو بنزرتي أو سياحلي أو سفيقس، يقولنا ذي عقلية زرعها بن علي وزرعها نظام البيت وزرعها الجهويات. تو ولت عقلية جديد، ولا هاو نهضاوي هاو بوكت هاو جبهة هاو جمهوري هاو شنو. اليوم اللي شفناه الكل بالحق، أنا تمنيت كيما خرجنا بالحق في قيمة الثورة، وكانت بالحق وحدة، وكانت بالحق عبيد معناها صف واحد. اليوم قسمونا، واليوم معناها ميع وكل شيء. اليوم تحت في الماء الثورة، كل الثورة مشيت. وتو بالله فيما في سياق حسني، أنا نحب نوجه، ما فهمتش النداء، نحب نوجه كل حر في البلاد، كل بحق اللي يحكوا الحقوقيين والعبيد اللي تقول وتتزيد بملفات تاع الحقوقيين وكذا، بلي راحوا طلعوا على حسني في السبيطار، راحوا شوفوا انسان قدم لتونس وقدم للناس كل. شوفوا كيفاش عفريش الموت، كيفاش يتخبط عفريش الموت. وانسان بالحق يعلم بيه كان ربي سبحانه واللي جاي حاسبه هو وحده. نحن لهنا رانا نطالبوا الرئيس هذاك اللي حطيناه، يا سيد في قاع روحك وحش مع روحك، راك انت تحكي وتتزيد اني حقوقي ومدري شنو. باب السيد بش السيد بش السيد عفريش الموت، السيد حطك في الكرسي هذاك، السيد جابك من فرنسا، السيد كان مش هو انت راك ما فهمش. راح يا اخوي شوف ذي مشكله انسان نحبوه ترجع ايده، يرجع وجهه لشوهته له وانتم كنظام كدوله. السيد هذا رانا مش طالب حتى شيء، طالب باش يداوى يا حقوقي يا مناضل يا صاحب المبادئ. السيد راه حاب يداوى لا اكثر لا اقل. انا عندي شرايط الدم، انا عندي شرايط الدم ما تزيدش بها. انتم تزيدوا بشرايط صندوق تنجم تكون مزيفه، تنجم تكون هذيك حطوها مزيف باش تاكلوا الكف اجل يعرفوكم ما تنجموا تعملوا حتى شيء. وسبسي حط ليكم العصافه العجله ويعرفوكم ما تعملوا حتى شيء، ويعرفوكم متنازلين. ولا نعرفوا اللي حمادي جبالي مش هو رئيس الحكومه، نعرفوا الحبيب الصيد هو رئيس الحكومه، وحمادي جبالي ما حط ابره في خيط لما الحبيب الصيد يعطيه لوكي. ونعرفوا اللي يصيروا كل يا ولادي فيقوا ارواحكم، رانا اعطيناكم فرصه كبيره، اعطيناكم فرصه كبيره باش تشدوا البلاد. راكم خرجناكم من تحت الارض، جبناكم من المنافي، جبناكم من اخر الدنيا. وقلنا هذم بعبيد وهذم باش يمثلونا وهذم رجال باش ياخذوا لنا حقوقنا. شكونهم اللي عذبوكم؟ شكونهم اللي قتلوكم؟ شكون اللي شردوكم؟ شكون اللي جوعوكم؟ شكون اللي بعدوكم مع صغاركم سنين في السيلونات؟ شكون اللي عذبوا فيكم في زردة؟ تعرفوهم اكثر منا نحن، وتعرفوهم وانتم خايفين منهم. نحن مانيش خايفين منهم، ونحن كشفنا الحقائق كجهتي، انا نحكي كجهتي كمدينة تالا، كشفنا الحقائق وسمينا اللي طرات الكل وسميناهم بالاسم. وراهم ومن ساكتين. انتم يمكن تسكتوا على الكرسي، انا كي تعطيني اكبر كرسي عدم خويا لا دم راو. انتم عذبوك، هجروك، استفعلوا في نسيكم، استفعلوا في صغاركم، ويمكن استفعلوا فيكم انتم، عملوا فيكم الما يتعملش، الما يتعملش. نعرفوا عجل الامن كيفاش يتعامل قبل، من اغتصابيات، من تعذيب، من دجاجه، من فكرون، مدري شنو، انبانو، مدري شنو، هذا كل نعرفوه، وجرى فيكم، وقلنا رانا مناضلي. تجي تخرج يا رسول الله، تخرج قدام الشعب، تقول انا راني متسامح. ولدك هاو يمكن انت تسامح ولدك ما يسامحش، انت متسامح في حقك وولدك انت ما يسامحش. عجل هو تحرم منك انت بويو، تحرم منك 15 ولا 20 سنة. ولد ولدك انت كجد حمادي جبالي ولا الغنوشي ولا مرزوقي ولا كذا، تحرم منك ما عاش معاك. مرتك ما تسامحش، خوك ما يسامحش، وانت تخرج تقول راني مسامح. تسامح وتخدم معاهم وتفرضهم علينا قتالة وعبيد مسخة بدم، وتزيد تفرضهم علينا، وتخرج تبرر في الكرتوش، وتخرج تبرر في الرش، وتخرج وتقول وكذا، وتخرج وأي حكاية تصير تكذب. وحاط لينا ناطق رسمي في وزارة الداخلية أي حكاية يكذبها خيال طروش هذا. يا ودي وين تعيشوا؟ وين تعيشوا؟ وين؟ يا ودي رانا نعرفوا تونس متاعنا، تربين في حيوتها في سويقها
وفريفها وفشبيلها وفي بحوراتها ونعرفوها تونس هذه متيعنا متيعنا ومتيعكم. اه نحن قلنا الناس كل باش نعملوا خطوه الى الامام، قلنا الناس كل رانا باش نعملوا خطوه الى الامام. نتفاجئوا اه اللي انتم اه عملتوا بينا 10 خطوات التالي. علاش هذا الدم؟ الدم هذاك بنت خنت، انت عملت انت اكبر خيانه. نشكو بيكم، شفت شنو نشكو بيكم الربي سبحانه اجل هو حاكم الحاكمين. اه ونشكو بيكم للتاريخ وباش تكتب عليكم تاريخنا وباش يسجل عليك علي العريض، باش يسجل عليك كيفاش تعاملت مع توفيق الدماسي اللي كان ياكل فيك بالكف وبالعصا، تعاملت مع العجيمي ومع الدغار ومع ياسين التايب ومع جلال بودريقه اه ومع اسماء اخرى اخطر من العباد هذوما اه، وتحكوا لنا على الامن الجمهوري سي خالد طروش اه. شبيك مهبول انت في تحكي على امن جمهوري؟ ما تو انت تحكي تخرج في العليم وتخاطب في العباد، تخرج في العليم وتحكي على امن جمهوري يا ولدي. اه بتشوف الامن كيفاش تعمل مع العباد يا ولدي، اه بتشوف بعد الثوره كيفاش الجهات ما غير امن امنه، شوف الجهات ما غير امن امنه. اه تحكي على امن جمهوري، تحكي لي على امن جمهوري يرسكلوا فيه عبادي ده مسخه بدم، ايش ننتظر منه؟ وانا ذا مرسكلوا العجيمي ولا الديماسي ولا الدغار ولا ياسين التايب ولا نامبورت كيل من المسيخ هذا كل مثل هذه نتاع الوسخ، ايش ننتظر منه؟ وانا العون ذاك باش يطلع دموي كيفهم اجلهم تربي على يده خلال عصابه هذه انتم خايفين منها. نحن تحديناهم، نحن تحديناهم سير تيران سير تيرام أنا غاز كرتوش كل شيء تحديناهم، قلنا لهم لا وخرجناهم من بلادنا، خرجناهم من بلادنا من تالا. ويشهد التاريخ تالا شنو تشاركت 51% في الثورة من غير مزايدات اه، وخرجناهم من تالا ليطارات ذي كل الخايف منها منت سي علي العريض، بيرو منا ديماسي بيرو منا ياسين التايب اه. يا ودي وين ماشي يا دي؟ اخرج اخرج خاطب الشعب، اخرج خاطب الشعب، قول راني ما نجمتش راه ما في اي راه اذا النظام تاع بن علي رانا غلبنا رانا نعرفوا، نحن عرفنا نعرفوا راه مشى كان راس النظام مازال النظام، النظام حاطينكم انتم كسياسيين في الوزارات باش توضحوا لنا الرؤيه في الوزارات، ما تنجمش ما تقول اخرج اخرج، انت مسؤوليه مسؤوليه عدم مسؤوليه تاع شعب، مسؤوليه تاع مستقبل، مسؤوليه تاع تاريخ، مسؤوليه تاع وطن. احنا اليوم 15 جون في 2013، لو كان نطلب منك تبعث رساله للوليد والشهداء الكل شنو تقول لهم؟ نقول لهم دمكم مش حرام، خاطر ما ثمش رجال في تونس باش تاخذ ليكم حق، هذا ما نقول لهم عند ربي نخلصوا.